سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم كيفاش غنعمل باش نمشي بالموزون في الزواق ديال المعلم، لان سانسنا حنايا زواق المعلم كنعملو له اما موزون او لا سيبور. هاد المره غنعملو موزو اما سيبورت او الزمرد. هاد المره هادي غنعملو الموزون ديالنا هو هذا. شبرو موزون وغنعملوه هيدا. ها هو انجونا الراس ديال الموزونه، غنطلعو واحد جوج شعرات. ها هما، عاوتاني غنعملو الموزونه. ها هي، دائما كندورو على حسب الزواق ديال المعلم، دائما كنخدمو في الوسط. ها هي، ها الطريقه هادي. بالنسبة للمبتدئات يعملوا خط طويل، الطول ديالو 10 سنتيم في التوب عادي، ويحاولوا يعملوها 2 3 4 مرات حتى يطلقوا يدهم. هاد الطريقة هادي كنستعملوها في زوق المعلم، كنستعملوها في قفاطن، كنستعملوها في جلالب، كنستعملوها في الوردات. يعني إلا طلقتي يدك راه مزيان. وحاولوا دائما كل موزونه تغطي على الخيط ديال الاخرى، ما خصناش الخيط مره يبان. وبالاحسن نستعملوا اللون ديال الخيط باللون ديال الموزون. دابا كيف ما كتشوفوا انا موزون عندي في النقري، استعملت الخيط في البياض، الذهبي كنستعملو بيج او الاصفر، والحمار كنستعمل الحمار. يعني بالاحسن لان كيبقى واحد الظل ديال الخيط هنايا كيبان. كنتمنى يكون الدرس جاكم سهل. بالنسبه لي انا كنوريكم بالطريقه بشويه باش على الله زعما تستافدوا منها. الا جاتكم صعوبه شي حاجه قولوها لي في التعليقات باش مره اخرى ان شاء الله نتجنبها. اما الا عجبكم فيديو يعني قولوا لي الحاجات اللي خصكم تعلموها في هذه القناه، وان شاء الله يا ربي في الدروس القادمه نعملها لكم. هيدا كنبقى نمشي كيف ما كتشوفوا، يعني كنمشي هاد الخط هذا هو اللي كيحكم لي الخدمه ديالي. وان شاء الله يا ربي في القريب نعمل لكم الطريقه كيفاش نعملوا هاد الخدمه هذه باليد، لان هاد الزواق هذا ماشي بالماكينه، راه هو باليد. ها هي كيف ما كتشوفوا، ها انا ماشيه. كيف ما كنقول لكم يعني الزواق هو اللي كيحكم لي فين كنخدم. كيف ما كنعرفوا بان الزواق ديال المعلم باليد، ضروري ما يكون جهه اكثر من جهه، لان اليد ما يمكنش تخدم بحال الماكينه. انا الحاجه اللي كتكون رقيقه كنحاول نمشي في الوسط، حتى اللي متع واسع شويه كنحاول نمشي في الوسط، لان واخا نخلي هنايا شويه وهنايا شويه. هاد الطريقه هادي كتجي مزيونه. ودابا رجعوا كيعملوها بزايه في قفاطن كيف ما قلت لكم، وفي جلالب ديال المناسبات كيعملوها. وهنايا باقي يكون جوهر مهرس وحجار، يعني بزاف ديال الحاجات. كنتمنى يعجبكم موديل وتعجبكم حتى طريقه الشرح ديالي، وتكون ان شاء الله طريقه مفهومه. ها هي، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم الفيديو باش نشرح لكم مزيان، مع فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا.